كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة طبعا شهر رمضان الكريم المبارك، أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، لكن ده مش شهر خير بس بالنسبة لينا كأهلوية، ده شهر الصبر والتحمل واختبار الجلد لكل الأهلوية بعد الجدول المزدحم جدا اللي هنلعبه في شهر رمضان الكريم. عندنا 9 مباريات الشهر ده، لعبنا منهم 2 ولسه فاضل 7. طبعا الجدول الشهر ده مزدحم جدا، عندنا ماتشات كتيره سواء في بطوله الدوري او في دوري ابطال افريقيا بعد القرعه ما وقعتنا قدام الرجاء البيضاوي. طبعا كلنا فاكرين اخر مواجهه جامعه الاهلي بالرجاء، والراجل اللي يعني كان بيتمنظر على النادي الاهلي عارفين طبعا حصل ايه في نهايه المباراه، وتم التتويج الحمد لله بلقب السوبر الثامن في تاريخ النادي الاهلي. دي كانت اخر بطوله قاريه في تاريخنا بعد ما كسبنا دوري الأبطال 2 ورا بعض، لكن بعدها كان في ميدالية برونزية. الرجاء البيضاوي طبعا في بيننا تاريخ كبير جدا وفي علاقات طيبة، شايفين التهاني اللي حصلت على الحسابين الرسميين سواء للنادي الأهلي أو للنادي الرجاء، الاثنين بيحترموا بعض جدا، الاثنين بيقدروا بعض جدا، لكن احنا إن شاء الله في دور نص النهائي للموسم الثالث على التوالي بإذن الله. طبعا ضغط المباريات الكبير ده محتاج طريقه معامله خاصه، وده اللي مستر بيتسو موسيماني عمله قدام الاتحاد السكندري. اتفاجئنا في التشكيل بوجود بعض الاسامي اللي مش بتلعب اساسي بشكل كبير، والاسامي اللي كانت غايبه فتره طويله عن النادي الاهلي كانت بتبدا ماتش الاتحاد السكندري، لكن الحمد لله الثلاث نقط كانوا مضمونين بالنسبه لنا، والظاهر كده ان مستر بيتسو اتعلم فعلا من الدرس اللي اتكلم عليه في نهايه الموسم اللي فات لما خسرنا بطوله الدوري. شايفين يعني الفرقة لعبت بتشكيل بيغلب عليه البدلة، لكن الحمد لله قدرنا نخرج بثلاث نقط مهمين جدا وكلين شيت مهم قدام فرقة قوية زي الاتحاد السكندري وبيدربها مدرب محترم زي عماد النحاس. طبعا الفترة الجاية محتاجة تعامل خاص، خلينا نشوف مستر بيتسو قال ايه عن التغييرات اللي عملها وعن الفترة دي هيتعامل معها ازاي قبل مباراتين الرجاء المهمين. تعالوا نشوفه قال ايه ونرجع مرة تانية. لازم نغير دم الفريق، لازم واعتقد ان لعبوا كويس الشوط الاول، من التغييرات اللي لازم بات وي ستراجل ذا سكند هاف، لكن صارعنا في الشوط الثاني. بات يو نو هاو لايف از، ايماجين اف وي ديد نوت فريشن ذا تيم بيكوز وي ستراجل ا ليتل بيت وذ ذا انرجيز، يو كود سي وي دينت هاف ذا انرجيز. بقول لحضرتك طبعا عشان نحافظ الناس فايقه ما كانش بيلعب ماتشات اللي فات، حضرتك تخيل لما كانش نازل اللعيبه دي كان ممكن يبقى شكلنا ازاي، لان في اخر ماتش كان في حاجات تعب بالنسبه لنا. هي لاو جيم توك ا لوت فروم اس، لو في حاجات كتير ماتشات كتير لسه هنلعب. And we should be careful with the next game coming. ولازم برضه نبقى حريصين من الماتش الجاي. Because we'll be playing the three games in 7 days. احنا بنلعب 3 مباريات في 7 ايام. So maybe they must rest a little bit. ممكن محتاجين يكون في راحة شوية. السؤال الثاني هنا، اتفضل. وقبل ما نختم خلينا افكركم بسؤال حلقة النهاردة، سؤال حلقتنا النهاردة عن واحد من نجوم النادي الأهلي عبر تاريخه. الراجل ده حصل على شرف محدش في تاريخ النادي الأهلي حصل عليه، تم تكريمه من جانب واحد من أساطير النادي ده عبر تاريخه، والراجل ده يعني كان لعب في فترة مهمة جدا من تاريخ النادي الأهلي، توج بالدوري لمدة 7 مواسم متتالية، وتوج كمان بثلاث بطولات أفريقية وأربع بطولات عربية منهم جول تاريخي. النجم ده لعب مع محمد جودة وسمير كمونة والكابتن سيد عبد الحفيظ، واتدرب كمان مع تسوبل ومانويل جوزيه. يا ترى مين هو النجم دوت؟ مستنيين إجابتكم عن سؤال حلقة النهاردة، ونتقابل إن شاء الله الأسبوع الجديد وحلقة جديدة من يلا يا أهلي.